بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى السابق من كتاب المغازي من فتح الباري شرح صحيح البخاري، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب التفسير. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. يقول الحافظ قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفسير في رواية أبي ذر للصحيح: كتاب تفسير القرآن، وأخر غيره البسملة، يعني كتب كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم. والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان، تقول فسرت الشيء بالتخفيف أفسره فسرا، وفسرته بالتشديد أفسره تفسيرا إذا بينته. وأصل الفسر، الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة، كأنه الفحص أو النظر إلى الماء حتى يكتشف علة الإن المريض. وقيل هو من فصلت الفرس إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها، وقيل هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ، تقول سفر إذا كشف وجهه، السافرة اللي هي كشفت الوجه المرأة السافرة. ومنه أسفر الصبح إذا أضاء. واختلفوا في التفسير والتأويل، يعني هل هما بمعنى واحد يعني التفسير والتأويل؟ وقيل التفسير هو بيان المراد باللفظ، والتأويل هو بيان المراد بالمعنى، وقيل في الفرق بينهم غير ذلك، وقد بسطوه في أواخر كتاب التوحيد. قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، أي مشتقا من الرحمة، والرحمة لغة الرقة والإنعطاف، وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده، وده نوع من التأويل. نحن نقول الرحمة يعني إنعامه على عباده، فإنعامه على عباده شيء والرحمة شيء آخر. لذلك علق الشيخ البراك في الهامش قوله: على هذا فوصفه بها تعالى مجاز. مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة من الله تعالى، زي اليد بمعنى النعمة، والعين يعني الرعاية، وينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، ويقولون أن هذا يرد به أشياء أخرى. وطبعا ظاهر القرآن والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل أن الظاهر غير مراد. فيقول مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة على الله تعالى، وجعل ما ورد في ذلك على المجاز تفسير للرحمة الله تعالى إما بإرادة الإنعام أو بالإنعام. وهذا جمع بين التعطيل والتحريف، وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم، يعني عطل الصفة وحرفها وعين، يعني ما يعني وصفها بصفة أخرى غير الصفة التي أرادها الله عز وجل. والصواب أن الله عز وجل موصوف بالرحمة حقيقة، كما دل على ذلك اسماه تعالى الرحمن الرحيم. والقول في الرحمة في حقه تعالى كالقول في سائر صفاته من علمه وسمعه وبصره تثبت له على ما تثبت له على ما يليق به سبحانه من غير أو تثبت له على ما يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبه الذين شبهوا الله جل بخلقه، والجزء الثاني من الآية والسميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تفسير الرحمة بالرقة يناسب رحمة المخلوق، ورحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نحن نقول رحمة يعني الرقة، فكأن المخلوق لما يرحم واحد يعني يكون رقيقا يعني عليه، ولكن يعني الله جل ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. يقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فالواجب اتباع سبيلهم، فإنه سبيل المؤمنين الذين قال الله تعالى
فيها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الحافظ على هذا فوصفه هي تعالى مجاز عن إنعامي على عبادي وهي صفة فعل صفة ذات. وقيل ليس الرحمن مشتقا لقوله وما الرحمن، وأجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن غير ذلك، وتعقب أنه لا يلزم من مجيء غير تابع ألا يكون صفة، لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، تقول يا الله أو يا رحمن، قوله الرحمن والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، هذا بالنظر إلى أصل المعنى، وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة، رحيم من صيغ المبالغة، فمعناها زائد على معنى الفاعل، وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة، وفيها أيضا زيادة لدلالته على الثبوت بخلاف مجرد الفعل فإنه يدل على الحدوث. ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه. واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم، فجمع بينهما تأكيدا أو بينهم مغيرة بحسب المتعلق، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحمته في الدنيا تسع الكافر والبر والفاجر تسع الجميع، ورحمته وسعت كل شيء، ولكن في الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما، لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر، وفي الآخرة تخص المؤمن أو التغير من جهة أخرى، فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها جليلة وأصول النعم. تقول فلان غضبان إذا امتلأ غضبا، وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق، فيقول الرحمن أبلغ أنه يتناول جلائل النعم العظيمة وأصول النعم، كما تقول فلان غضبان أي امتلأ غضبا، وأرضف بالرحيم لأنه كالتتمة يتناول ما دق يا نعم الدقيقة. وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل. والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة، وروى ابن جرير من طريق عطاء الخرساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم، فإنه لم يوصف بها أحد إلا الله، أن اسم الرحمن يعني مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة، فلذلك أردف الله جل الرحمن بالرحيم ولم يوصف أحد بالرحيم غير الله عز وجل. وعن ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، كأن الرحيم يعني أبلغ من الإيمان الرحمن. ومن الشاذ ما روي عن مبرد وثعلب أئمة اللغة أن الرحمن عبراني والرحيم عربي، وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج وغيرهما، وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة، والله أعلم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، والدين الجزاء، مالك يوم الدين يوم الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد بالدين بالحساب، مدينين يعني محاسبين. قول باب ما جاء في فتحة كتاب أي من الفضل أو من التفسير أو أعم من ذلك، مع التقييد بشرطه في كل وجه. قوله سميت أم الكتاب أنه فتح الهمزة يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، هو كلام أبي عبيد في أول مجاز القرآن، لكن لفظه ولسور القرآن أسماء، منها أن الحمد لله رب العالمين سمى أم الكتاب
هي متسمى الصورة بأول كلمة فيها، يعني كانت تقول صورة براءة، صورة التوبة، لأنه يبدأ، أو صورة سبحان اللي هي الإسراء، سبحان الذي أسرى، لأنه يبدأ بها في أول قرآن وتعاد قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة، ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع، انتهى. وبهذا تبين مراد مما اختصره المصنف، وقال غيره سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداءه وأصله، إنها كأنها أصل الكتاب أو تتضمن معاني الكتاب. ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح التعليل بأنه يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب، والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد، هي أصل الولد يعني، أو هي قبل الولد الأم ثم الأولاد. وقيل سميت أم القرآن اشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى، تعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. يقول ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاب، وتعقبه السهيلي قلت سيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك، ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة مرفوعا أم القرآن هي السبع المثاني، ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب، ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم، وإذا ثبت النص طاح ما دونه، يعني ذهب ما دونه، ودم ورد النص بذلك فما فيش مجال للرأي. وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من أثار أخرى كالكنز والوفية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة، قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، يراد الفاتحة. وسورة الشفاء ما أدراك أنها رقية، الفاتحة يستشفى بها وتقرأ يعني على المريض، كان في قصة الرجل اللديغ. والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء. قوله الدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان، وكلام أبي عبيدة أيضا قال الدين الحساب والجزاء، ويقال في المثل كما تدين تدان، انتهى. وقد ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ومرسل رجال وثقات، ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضا عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفا، وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء، وله شاهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه. قوله وقال مجاهد بالدين الحساب مدينين محاسبين، وصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين قال بالحساب، ومن طريق ورقاء ابن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير محاسبين. والأثر الأول جاء موقوفا على ناس من الصحابة، طبعا جاءت عينهم لا تضر لأنهم جميعا عدول. أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مر الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى مالك يوم الدين، قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء، وللدين معان أخرى منها العادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذكرها. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال يحيى القطان أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، كان في الصلاة فلم يرد، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، من باب التشويق وتهيئة الذهن للسماع العلم. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قوله حدثني خبيب مصغر ابن عبد الرحمن أي ابن خبيب ابن يساف.
الأنصاري وحفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب، قول عن أبي سعيد بن المعلى بين في رواية أخرى تأتي في تفسير الأنفال سماع خبيب له من حفص وحفص له من أبي سعيد، وليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث، واختلف في اسمه أن هذه كنية، فقيل رافع وقيل الحارث وقواه بن عبد البر ووهى الذي قبله، وقيل أوس وقيل بل أوس اسم أبي والمعلى جده، ومات أبو سعيد سنة 73 من الهجرة، وأرخ ابن عبد البر وفاته سنة 74، وفي نظر بينته في كتابي في الصحابة اللي هو الإصابة. تنبيهان يقول يتعلقان بإسناد هذا الحديث، أحدهما نسبة الغزالي والفخر الرازي وتبعه البيضاوي هذه القصة لأبي سعيد الخدري ووهم، وإنما هو أبو سعيد بن المعلى، وطبعا الغزالي والفخر الرازي والبيضاوي ما هماش يعني من علماء الحديث، يعني يغلو عليهم التفسير والفقه يعني. ثانيهما روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، فزاد في إسناد عن أبي سعيد بن معلى عن أبي بن كعب، والذي في الصحيح أصح، والواقدي شديد الضعف متروك يعني. إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ يعني إذا خالفه الاتقاد وشيخه مجهول، وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث، فإن مالكا أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر من سلسلة أخرى من الإسناد فيه ذكر أبي بن كعب، فقال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، ومن الرواة عن مالك من قال عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه، وكذلك أخرجه الحاكم ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو سعيد بن المعلى، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم، وهوش مولى يعني مش ملصق بال ولا أعتق واحد من القبيلة، من أنفسهم مدني، وذلك تابعي مكي من موالي قريش، وقد اختلف فيه على العلاء، أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي، والنسائي من طريق روح بن القاسم، وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، وابن خزيمة من طريق حفص ابن ميسرة، كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب فذكر الحديث، فخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر، والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله، لكن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورجح الترمذي كونه في مسند أبي هريرة، وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، ومما يقوي ما رجحه الترمذي، وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن معلى، ويتعين المصير إلى هذا الاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما كما سأبينه. قول كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، زاد في تفسير الأنفال من وجه آخر عن شعبة فلم آته حتى صليت ثم أتيته، وفي رواية أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال أي أبي، فالتفت فلم يجبه، ثم صلى فخفف ثم انصرف فقال سلام عليك يا رسول الله، قال ويحك ما منعك إذ دعوتك ألا تجيبني الحديث. قول لم يقل الله تعالى استجيبوا في حديث أبي هريرة، أوليس تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيب لله وللرسول الآية، فقلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله. تنبيه نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديما وتأخيرا، وهو قوله ألم يقل الله استجيب لله وللرسول قبل قول أبي سعيد وكنت في الصلاة، قال فكان تأويل أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب، قال والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد. يبدو الباجي أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض يعصى المرء بتركه، وأنه حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو دعا وحده يصلي يترك الصلاة ويذهب إليه. قلت ما ادعاه الداودي لا دليل عليه، وما جرح إليه القاضيان من الملكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم بعد قوله بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.